على الطريقة التقليدية وبوصفات الجدات والأمهات لتحضير المخللات والزيتون في ولاية بجاية، وسعيا منه للحفاظ على حرفة أبيه، أطلق شريف من هذا المكان المتواضع مشروعه الخاص. البروجي هذا هو في الأصل جاء تكميلة للمهنة تاع بابا، حرفة تاع بابا من بكري. هو عنده أكثر من 40 سنة في الدومين هذا، بارك فيك. كي خلصت قرايه جات هذه تاع الحمله تاع لونساج والاخر، جاتني ليدي باه نطور الحرفه هذه. ملي كانت تقليديه ولينا دخلناها في الصناعه. طموح هذا الشاب لا يعرف الحدود، إذ يسعى لتطوير نشاطه وتسويق منتوجاته لأكبر عدد ممكن من الولايات. حاليا نسعى لتوسيع رقعة التوزيع. كي بديت البروجي بدينا بستة خدامين، درك الحمد لله رانا في 26. بصح هذا مش على حساب الاسباس اللي عندنا، ما قدرناش ميم با نديرو الاخر ليكستونسيون تاع البروجي على حساب الاسباس. رانا نستناو في المنطقة الصناعية باه نزيدو نطورو ان شاء الله البروجي تاعنا. تشجيع الشباب على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع مهما كان مجالها يعتبر خطوة إيجابية لإنعاش الاقتصاد الوطني.